دي مدينة نصر في الخمسينات، وده المكان اللي كان كل المصريين بيخافوا يقولوا اسمه، السجن الحربي. وأنا بعبع السجن الحربي، أنا حمزة البسيوني. طفلة ولد لعائلة بسيون سنة 1922، كبر وبقى ضابط، اتخرج من الكلية الحربية وأخدته أقداره للانضمام لحركة الضباط الأحرار، وقمنا بثورة 23 يوليو سنة 1952. كنت ضابط برتبة صاغ أو رائد، يعني زي ما انتوا عارفينها، ومن المجموعة الأهم اللي رسمت ملامح فترة عظيمة في تاريخ مصر. وبعد حادثة المنشية الشهيرة، عيني جمال عبد الناصر رئيس للسجن الحربي. السجن الحربي ده مكان لاحتجاز المتمردين والرجعيين والتقدميين وأي حد يكون معارض ومتآمر على البلد أو عايز يضرها. وفي سبيل كده أنا عملت كل شيء لاستجواب المعتقلين والتعامل معاهم كأعداء للبلد. أنا حولت السجن الحربي لاسم يثير الرعب في كل مكان. درست التعذيب وانتزاع الاعترافات في أمريكا، ورجعت للسجن الحربي عشان أحوله إلى تاريخ من فنون التعذيب. أنا استلم المساجين من غير إيصال ومش مسؤول عن حياتهم. وصحراء مدينة نصر مليانة جثث. أنا كنت القانون والدولة والجلاد، كنت ملك التعذيب بكل فنونه، التعذيب البدني والنفسي وكسر أي قدرة على المقاومة. وصفوني بالشيطان وجلاد السجن الحربي وأسامي كتير غيرها، أساليب تعذيب كانت فعلا محتاجة العقلية خاصة. فاكرين مشهد عبد المنعم مدبولي في فيلم احنا بتوع الأوتوبيس وهو مربوط وعامل كلب قدام أسرته؟ ده كان مماثل لموقف حقيقي حصل. انتهت أيام الذهبية بنكسة يونيو 1967 وتم إحالتي للمعاش، وبعدها تم القبض عليا وسلسلة طويلة من التحقيقات. اتحكم عليا بسنتين بعد كل اللي عملته للبلد. أنا اللواء أركان حرب حمزة البسيوني رئيس السجن الحربي، شفت ذل ومهانة لا تحتمل من الجميع في السنتين دول. أول ما استلم الرئيس أنور السادات خرجني مع مجموعة كبيرة من المساجين سياسيا. أكملت حياتي في الظل ولحد يوم 19 نوفمبر 1971، بتنتهي حياتي على طريق الإسكندرية وأسياخ حديد بتغرب الجسم كله، تشوه غريب وتمزق كامل لكل أعضائي لدرجة صعوبة انتزاع أسياخ الحديد. نهاية فعلا مؤلمة لأسطورة السجن الحربي.